خلال اجتماع مجلس الوزراء، رئيس الحكومة يكلف وزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة بتبني مبادرة لزراعة مليون شجرة في أنحاء الجمهورية. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ عدد من المشروعات تتضمن استكمال مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. الصحة تعلن إجراء المسح السمعي ل 28,267 طفلا حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس السيسي للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة. موجز الأهم وآخر الأخبار من شبكة تلفزيون النهار. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم، وخلال الاجتماع كلف رئيس الوزراء وزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة بتبني مبادرة لزراعة مليون شجرة في أنحاء الجمهورية، مع الاهتمام بزراعة جزء كبير من أشجار النخيل. كما أعلنت وزارة الصحة خلال الاجتماع عن بدء التشغيل التجريبي لإحدى عشرة مستشفى نموذجيا بعدد من المحافظات، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر المقبل. وأعلنت وزارة التعليم العالي أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات القومية، أهمها مشروعات الجامعات الأهلية الدولية الجاري تنفيذها، وتتضمن استكمال مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. هذا وكشفت وزارة التخطيط أن الربع الأول من العام شهد استقرارا في معدل النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 5.6%، رغم استمرار تباطؤ معدلات النمو في العام، كما أن الاستثمارات العامة نحو 87 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة نمو بلغت 9%، كما انخفض معدل البطالة إلى 7.5% في الربع الرابع من العام المالي الماضي، وقطاعات التشييد والصناعة والنقل والتخزين الأعلى مساهمة في خفض الدين. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراء المسح السمعي ل 28,267 طفلا حديث الولادة ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسح السمعي للأطفال حديث الولادة والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، وذلك منذ انطلاق المبادرة وحتى مساء الأمس. كما أوضحت الوزارة أنه تم تخصيص 1364 وحدة ومكتبا صحيا في جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بداية من يوم الولادة وحتى يوم 28 من الولادة. وأضافت الصحة أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص المبادرة على نفس الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وهو 15335. واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والقبض على التجار المخالفين والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الأدمي. المزيد في سياق التقرير التالي. خلال 24 ساعة من حملات متواصلة شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة لضبط السلع منتهية الصلاحية الضارة بصحة المواطنين، نجحت وبالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام في ضبط 1162 قضية تموينية، منها ضبط نحو 16 طن حلوى مولد منتج نهائي ومستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع لإنتاج الحلوى بدون ترخيص بالقليوبية. وبالقليوبية أيضا تم ضبط مصنع منظفات صناعية غير مرخص عثر به على أكثر من 27 طن مواد خام وأكثر من 2000 لتر منتج نهائي للمنظفات الصناعية مجهولة المصدر وغير مدون عليها علامات تجارية. ومن بين القضايا التموينية التي نجحت الإدارة في ضبطها على صعيد التلاعب بالدعم، ضبط 3 مسؤولين عن إدارة مخابز بلدية بالإسكندرية استولوا على أكثر من 3 ملايين جنيه من وراء تلاعبهم بدعم الخبز. قامت وزارة الداخلية بافتتاح 14 مكتبا للسجل المدني بعشر محافظات، وذلك بعد الانتهاء من تطويرها وتزويدها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضرية. المزيد في سياق التقرير التالي. على
14 سجلا مدنيا بقرى كائنة بعشر محافظات تم افتتاحها عقب الانتهاء من إجراءات تأهيلها وتطويرها وتزويدها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين ليحصلوا عليها في سهولة ويسر وقرب أماكن إقامتهم. بنشكر كل من ساهم في فتحان السجل بتاع جرموت سهبرة ووفر علينا المشاوير لديارب. سجل المدني دي بيقدر 9 بلاد بيننا وبين ديارب حوالي 20 كيلو. السجلات المدنية التي تم افتتاحها بعدد من القرى بمحافظات المنوفية، الغربية، الشرقية، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، الأقصر، أسوان، الدقهلية، تم تجهيزها بأحدث التقنيات للارتقاء بخدمات الأحوال المدنية المقدمة للمواطنين من بطاقات رقم قومي إلى شهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة والقيد العائلي، وهو ما أشاد به المواطنون للمساهمة في سرعة إنهاء مصالحهم واختصار الوقت والمسافة التي كان يتكبدها قاطن هذه القرى للحصول على الخدمة. فرحانين بالسجل اللي اتعمل عندنا هنا، وفر علينا حاجات كتير، كنا بنغرم مواصلات علشان نروح قوسنا. شكر كبير قوي لوزارة الداخلية. وسوف يواصل قطاع الأحوال المدنية جهوده للارتقاء بالسجلات المدنية وإنشاء جديد حتى يتمكن المواطن من استخراج أوراقه الثبوتية دون عناء مشقة الانتقال لمسافات بعيدة لاستخراجها. ختاما كان هذا موجزنا لأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار. أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.